تواصل الطالبة البحرينية بشرى عبد المجيد أسيري فرض نفسها للأسبوع الرابع على التوالي في منافسات الدورة الرابعة لمسابقة تحدي القراءة العربي التي تثبت فعاليتها وللمرة الأولى ضمن برنامج تلفزيوني جديد يعرض على شاشة MBC1 كل يوم جمعة عند تمام الساعة 9 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الطالبة بشرى أسيري. هلا بشرى. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. بشرى، حدثيني عن الظروف التي وقفت يعني وصولك إلى هذه المرحلة المتقدمة في المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين وعلى رأسها سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم للدعم والمساندة والاهتمام الكبير بمثل هذه المسابقات الثقافية. وتعتبر مسابقة تحدي القراءة العربي التي أطلقها حاكم دبي باسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله أكبر مسابقة ثقافية على مستوى الوطن العربي لنشر ثقافة وحب القراءة في قلوب الأجيال. الظروف التي ساعدتني لأن أصل إلى هذه المرحلة المتقدمة هي روح الإصرار وحب المشاركة في جميع أنواع المسابقات في مختلف المجالات. وكان لأسرتي الدور الكبير في تهيئة البيئة المحفزة وزرع حب القراءة في نفسي. وبالطبع كان بمدرستي مدرسة الإيمان دورا بارزا في تنمية مهاراتي ابتداء بوقوفي في الإذاعة الصباحية حتى دعم إدارة المدرسة ومشرفتي في التحدي وكافة معلماتي. جميل. طيب بشرى، يعني أوصفي لي مستوى المنافسة بينك وبين المتأهلين حاليا للمرحلة النهائية. المنافسة بيني وبين الأبطال قوية جدا. لاحظت أن هناك صفات تميز كل بطل عن الآخر، وبصراحة الكل يستحق اللقب وأتمنى من كل قلبي التوفيق والتفوق للجميع. طيب، يعني قيمي من خلال هذه التجربة التأثير الإيجابي الذي أحدثته مسابقة تحدي القراءة على مخزونك المعرفي. تحدي القراءة العربي كان بمثابة محطات في حياتي. المحطة الأولى دخلت فيها إلى عالم القراءة، عالم الكتب والمعرفة والثقافة، وتعرفت على أهمية الكتاب، فكما يقول الجاحظ الكتاب هو الرفيق الذي لا يملك وهو الذي نظرت فيه أطال إمتاعك وشحذ بضاعك وفخم ألفاظك. المحطة الثانية تطورت مهاراتي الشخصية كالثقة بالنفس، الارتجال، فهي من الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار في معايير تحدي القراءة العربي. أما المحطة الثالثة تحولت شخصيتي من شخصية تهاب الناس والجمهور إلى شخصية متحدثة مبادرة شغوفة وتعشق التجربة. بشرى، نحن يعني فخورين بك حتى وإن لم تحدثي هذا اللقب، ولكن حدثيني عن مستوى ونسبة التفاؤل لديك بالحصول على هذا اللقب. الحمد لله رب العالمين أولاً الذي أكرمني ووفقني لأن أنال هذه المرتبة وأتفوق على 94 ألف طالب وطالبة، ويكفيني فخراً أن أمثل مملكة البحرين الغالية في هكذا محفل ثقافي. لقد بذلت قصارى جهدي لهذه المنافسة، ووزارة التربية والتعليم قدمت لي كافة أنواع التدريب استعداداً لهذه المسابقة. يقول الله تعالى في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبالطبع كما يقال: تفاءلوا بالخير تجدوه. فأمل أن يكون اللقب من نصيب هذا العام، لكن أقول أننا جميعا أبطال، وكل من شارك في هذه المسابقة يعتبر فائز. وكما يقول نجيب محفوظ: قارئ الحرف هو المتعلم، وقارئ الكتاب هو المثقف. وختاما أقول إن أكبر وأعظم مكسب بالنسبة لي أنني التقيت بصفوة العقول العربية، شركاء النجاح، أبطال تحدي القراءة العربي. طالبة البحرينية بشرى عبد المجيد أسيري المشاركة في تحدي القراءة العربي، شكرا جزيلا لك.